أهلا بكم معنا أعزائي المشاهدين. إذا كان الشاعر يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فمصر نظرا لأنها دولة ذات ثقل ولها مكانتها منذ أقدم العصور دائما ما تحاك ضدها المؤامرات، ودائما ما كانت مصر مطمعا للكثير من الغزاة، وفي نفس التوقيت كانت مقبرة للغزاة، وكانت ولا تزال وستظل مصر صامدة أمام كل المحاولات التي تحاول أن تنال منها أو أن تنال من شعبها. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفي الكريم الدكتور خالد عنان، الأمين العام لحزب تحيا مصر. أهلا بحضرتك معنا دكتور، شرفتنا ونورتنا. الشرف كبير لنا. يعني إحنا في مستهل حديثنا عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمخاطر التي تواجهها دائما والتي تقف لها مصر دائما بفضل أبنائها المخلصين بالمرصاد وبرعاية الله سبحانه وتعالى لمصر. نود أن نتحدث في البداية دكتور خالد عن دور مهم جدا للشباب يلعبه في هذه الجزئية على وجه الخصوص، ومن ثم كان اهتمام الدولة كبيرا جدا في الفترة الأخيرة بالشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حضرتك وارحب بكل السادة المشاهدين والمتابعين. بداية الشباب في مصر غير أي شباب في أي مكان في العالم. الشباب في مصر دايما مستهدف، لأن مصر بما أنها قلب الأمة العربية والإسلامية النابض، فدائما شباب مصر مستهدف منذ عدة عقود. شباب مصر هو المفروض اللي هيحمل مشاعر الأمة دي للتقدم. كان سيادة الرئيس اهتمامه بالشباب كلنا شايفينه، كلنا عارفين ان هو حتى خصص اكتر من مبادرة وطنية للشباب. طب هو ليه شباب مصر مستهدف؟ شباب مصر مستهدف لان هو عنده فكر، عنده وعي، عنده انتماء، عنده وطنية، عكس ما يشاع. يعني شباب مصر قادر على الدفاع عن مصر في اي توقيت. يعني شباب مصر هو عصب وصلب هذه الأمة، وهو قلب الأمة العربية النابض زي ما قلنا. شباب مصر دايما هو المبادئ والمبادر بكل خطوة جيدة في أي مجال من المجالات. هتلاقي الشباب، حماسة الشباب وطاقة الشباب هي اللي بتنطلق من خلالها. احنا كمصريين دايما كل واحد فينا كأب عايز ابنه أحسن منه. طب مصر أمنا كلنا عايز أولادها أحسن منها. لذلك دايما هتلاقي حضرتك القيادة السياسية، وهتلاقي حتى كتير من المفكرين والمثقفين ابتدوا يوجهوا طاقتهم وفكرهم وحديثهم للشباب، علشان تبقى شباب مصر، عشان يكون شباب مصر دايما هو اللي هيحمل بعدنا ماشي، مش على هذه الأمة وتقدمها ومرآة حضارتها، لأن احنا فعلا فعلا بدون شباب ما فيش أمة، ما فيش وطن. الكلام ده دكتور خالد ربما كنا نسمع عنه من عقود كثيرة جدا ولا أحد يكفي لدور الشباب، لكن احنا ازاي نبرهن على انه في الفترة الأخيرة يعني ليست مجرد شعارات أو كلمات رنانة؟ بالفعل وجدنا الشباب يلعب دور مهم جدا، تمكين الشباب، قيادات شبابية كما ذكرت حضرتك، يعني مبادرات لمؤتمرات خاصة بالشباب تؤكد هذا الكلام بصورة واقعية وليس مجرد كلام يعني فقط. مصر كان دايما المسؤول الشاب فيها بيبدأ من 55-60 سنة، المدرب الشاب فيها بيبدأ من 55-60 سنة. النهاردة عندنا نواب محافظين شباب بشكل فعلي، شباب أصحاب فكر مستنير وبيعملوا مبادرات. عندنا وزير شباب شاب، عندنا نواب وزراء شباب، عندنا نواب في مجلس الشعب شباب، عندنا سياسيين شباب، عندنا كتاب شباب، مفكرين شباب، عندنا ممثلين شباب، عندنا رياضيين شباب. ما هو عصب أي أمة هي شباب. مصر فيها طاقة هائلة من الشباب، لو تم استغلالها بالشكل السليم والصحيح سنقود العالم بلا أي مماربة. إذن فالقيادة السياسية أولت اهتمامها الصريح والصحيح وتسعى لهدف منشود، وهو النهوض بالشباب. طيب عندنا منتدى شباب العالم أصبح مبادرة عالمية،
عندنا المبادرات الشبابية البيئية أصبحت مبادرات عالمية. تمام. عندنا الفعاليات الشبابية دايما بتخرج بشكل جديد بتخلينا كلنا حتى بتدفع جوانا احنا يا ناس يا كبار الحماسة. ماشي. انت شباب ما شاء الله يا دكتور. ربنا يخليك عبد الله بيه. اذا فشبابنا دايما ماشي. احنا ككبار انا واحد من الناس علمني شاب صغير حاجه يمكن يعني بحكم تاريخي وعمل السابق انا ما كنتش اعرف علمهاني بحاجه بسيطه وكان في محافظتنا يعني علمني الخلخله في الوضوء. شاب صغير. اذا احنا عندنا شباب كويس عندنا شباب واعي عندنا شباب مستني هو بس محتاج الفرصه. محتاج تحط عليه السبوت محتاج ان انت تدفعه تحمسه. ماشي. القياده السياسيه فعلا قد حدث في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ما لم يحدث في اي عصور سابقه بخصوص يبقى يعني الكره في ملعب الشباب كيف له ان يستثمر هذا الاهتمام يعني خلاص الفكر القديم انتهى فكر الشباب القديم انتهى يعني لابد ان الشاب ان يوطر ان يطور من 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 شخصيته ومن ملكاته ومن قدراته وان يتواكب مع المعطيات الحديثه والفكر الحديث. اعاده تطوير الدوافع لدى الشباب. ازاله الفكر الاحباطي المصدر من الخارج والمصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقيته والتي تتغلغل وتتسلل لكل بيت عبر الهاتف. نعم. ماشي. إعادة صياغة العقل الجمعي لشباب مصر بالمبادرات بالبرامج التوعوية بالفعاليات الرياضية بمعرض الكتاب ومعرض الكتاب هيبتدي يوم 25 عندنا يوم 24 هيفتتحوا رئيس الوزراء يبدأ يوم 25 تمام عندنا برضو تحميس وتحفيز الشباب وتحفيز الهوية الوطنية بداخلهم. تمام. احنا عندنا حضرتك مصر أكثر من 60% منها شباب. طيب وطبعا مع الاحترام والتقدير العالم كله يتجه الى المشروعات الصغيره المشروعات المتناهيه الصغيره رياده الاعمال بالظبط كده. مصر فيها اكثر من 30 الف رائد اعمال وده عدد يعني بسم الله ما شاء الله كبير جدا. طب ما نستفيد اعملوا شركات صغيره اعملوا منشات صغيره مش الدولة هتساعدكم، الدولة دلوقتي بتوفر حاجات كتيرة جدا سواء عن طريق سن القوانين أو سواء عن طريق التشجيع بالتمويل بمبادرات البنك المركزي بنسب بسيطة قد لا تذكر قياسا بدول أخرى. توفير المستلزمات وخامات الإنتاج، توفير المنافسة على التصدير، كل الأبواب مفتوحة بس يكون عندك الدافع والطاقة للعمل. انتم كحزب تحيا مصر انت كامين عام للحزب يعني كيف برضو يعني فلسفتكم تجاه الشباب وانشطتكم وخدماتكم التي تقدمونها للشباب؟ يقود الحزب بصفه اساسيه اكثر من 60 او 70% من قيادات الحزب من الشباب. احسب ان احنا عندنا يعني نمط جديد بان احنا قبل ما الشاب بياخد اي منصب داخل الحزب سياسيا بيتم تاهيله ويتم دمجه في مجموعه من البرامج ومجموعه من الدراسات وفي مراكز متخصصه واماكن يعني على اعلى مستوى الحمد لله بحيث ان احنا يبقى عندنا كادر مؤهل قادر على المنافسه في كافه الاستحقاقات وقادر على ان هو يكون نبراس للمن خلفه. قادر يؤثر في المجتمع المحيط به، قادر يؤثر في محيطه الضيق ثم الاوسع ثم الاوسع وبالتالي يكون جزء من النهوض بوطنه. فاحنا الحمد لله رب العالمين عندنا برامج كتيره للشباب، عندنا مشروعات كتيره للشباب، عندنا انشطه وفعاليات كتيره للشباب، ويكفي ان اقول لحضرتك ان زي ما قلت لحضرتك 60 او 70% من امناء المحافظات شباب. طيب دكتور خالد عنان نتكلم عن التغيرات في المجتمع المصري واحنا بنتكلم عن الاحباط والحرب المدمره والمخاطر التي تحاك، يعني اصبح بطريقه عمليه هناك ما يسمى بحائط صد ضد هذه المخاطر نتيجة لما يلمسه المواطن وخاصة المواطن البسيط من خدمات. على سبيل المثال حياة كريمة، مشروع حياة كريمة الذي غزا كل القرى المصرية وعمل على تغيير شكل القرية بما يعني نتج عنه أن يستشعر المواطن في القرية الذي كان يستشعر أنه من قبل أنه مواطن مهمش وليس له قيمة وأن الحياة في المدينة أفضل من الحياة في القرية، أصبحت أن الحياة في القرية تحاكي الحياة في المدينة وقد تتفوق عليها في بعض القرى. تمام. كيف يعني مثل هذه النوعية من المشروعات كان لها مردود طيب وكان لها أثر طيب في نفوس المواطنين؟
بالنسبة لمبادرة حياة كريمة، أعتقد إنها واحدة من أعظم المشاريع في القرن 21 على مستوى العالم للنهوض باحتياجات المواطن الأكثر احتياجا على مستوى العالم. أحسب إن هي مبادرة انشق كبيرة جدا من المبادرات التي تمس إنسانية المواطن المصري، تمس الخدمات المجتمعية للمواطن المصري، تمس الارتفاع بعدم استحواذ المواطن المصري في عقود سابقة أو في أشكال سابقة. المواطن المصري النهارده في حياة كريمة أصبح عنده بادرة أمل، أصبح عنده قدرة على إن هو يحلم، عنده قدرة على إن هو يستمد فكرة يعطي بيها، عنده حاسس بلده بتاعته ماشي يعني ملكه، هيطور هينمي هيكبر، مش شرط لنفسه، لابنه لحفيده. فاحنا كل واحد فينا زي ما قلت في معرض حديثي مع سيادتك الاول، ان احنا كل واحد فينا مستني ان هو يشوف اللي حواليه كويسين، لان سعادة المرء في سعادة الاخرين. غير اللي هو نفسي ما هو نفسي هي سبب تدمير يعني الامم وانهيار الشعوب. انا بفرح بنفسي وعايز نفسي، وانا ايه اللي استفدته؟ لا انا هنا مش معنى ان احنا ما نحبش انفسنا، ولا لا حب نفسك بس بمقدار ما قد امرت به. نحب نفسك بمقدار انك انت تعطي وتسعد الاخرين وتسعد نفسك من خلالهم ماشي. يعني ما تبقاش انسان اناني تعمل على انهيار المجتمع وانهيار منظومه الخلق. بعدين اهم فكره واهم شيء ده بعد اذن حضرتك، يعني ان احنا نهتم بالوازع الديني والاخلاقي، لان ده هو بالفعل هيكون المطور الرئيسي لفكر اي شاب وفكر اي امه. الاهتمام بالقيم الروحية والأخلاقية والإنسانية والمجتمعية. أي شاب دلوقتي لما بيطلع بيلاقي أمه وأبوه ملتزمين بالأخلاق القويمة وملتزمين بحب الوطن وملتزمين بالوازع الديني والأخلاقي، هتبص تلاقيه هو نفسه طالع عنده هدوء نفسي، استقرار، ثبات انفعالي، عكس مجموعة من الشخصيات اللي ممكن تخرج نتيجة ظروف بيئية محيطة أو ظروف أسرية، فبيطلع معدلات انحرافه نحو الجريمة بتبقى أسرع وأكبر. نعم. بس. طيب دكتور خالد، برضو يعني احنا في المتغيرات اللي بنشوفها، احنا خلاص يعني عدينا مرحله الرتابه، كنا زمان متعودين على سيستم جدا في كل شيء. الانتخابات الرئاسيه الاخيره دي يعني ازاي يعني تكاتف يعني افرزت افضل ما في المصري. يعني كيف رايتها؟ رايتها انها رساله حب للعالم، اننا نعشق هذا الوطن وسندافع عنه ما حيينا، أن كل نقطة دم سالت على هذه الأرض وروت رمالها هي نقطة دم أنبتت شجرة وزهرة وحلما وبارقة أمل لغد. لغد أفضل للأجيال القادمة، لغد أكثر إشراقا للأجيال القادمة، لأن مصر تستحق، ومصر دائما وأبدا هي هبة الله. ودائما إحنا عندنا في الحزب نقول تحيا مصر إرادة الله، تحيا مصر إرادة الشعب. طيب هنا سؤال بطرح نفسه، يعني برضه في حديثنا عن الانتخابات وهذا التكاتف ما شفناش حاجه اسمها معارضه، يعني هل لعدم اتاحه الفرصه للمعارضه، ولكن لان احنا ما بنعرضش لمجرد المعارضه، يعني انا هعرض على ايه؟ او انا كمعارضه ايه الافضل اللي ممكن هقدمه مما هو موجود بمعنى اصح؟ او انا ازاي الفتره الحاليه بتستحق مننا ان احنا نتكاتف ونقف كلنا يدا واحده؟ طبعا انا بشكر حضرتك على السؤال ده، ولكن السؤال ده ليه اكتر من شق. الشق الاول، المعارضه السياسيه في مصر بعافيه شويتين، المعارضه البناءه في مصر بعافيه، لانها لا تجتمع على كلمه، وهي مش مجرد المعارضه للمعارضه. نعم. ماشي. نحمد الله ان احنا حزب مؤيد بالكامل للدوله المصريه ومؤسساتها وقيادتها السياسيه، ولكن يعني عذرا ايها المعارضه، لا أرى فيكم أحدا موجودا على الساحة الآن ليكون جزءا من النسيج السياسي المصري في هذا التوقيت، وده رأيي الشخصي، يعني شاء من شاء وأبى من، أنا أحترم الجميع وأحترم آرائهم. ثانيا، التفاف الناس
التفاف الأهالي، التفاف المواطنين حوالين رمزية القيادة السياسية صاحبة الحلم والمشروع النهضة المصري للجمهورية الجديدة، بانت وأظهرت للعالم في الخارج قبل الداخل ما ينتويه المصريين من استكمال المسيرة خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. إذن لم يكن هناك مجال أو منافسة حقيقية للمعارضة، لأن ما كانش فيه معارضة. وبرضه بقول ان ده رايي الشخصي احتراما وتقديرا للجميع. طيب امتى يكون عندنا معارضه صحيه؟ لما ابتدي ان انا اناقش مراحل وفكر تطور المجتمع، مراحل وفكر حل مشكلات المجتمع، بدل ما نقعد نتناقر مع بعضينا ونتكلم مع بعضينا وانا مش راضي والحكومه وحشه والناس دي مش كويسه. طب حضرتك اديني البدائل، اطرح لي حلول، تمام، قدم لي افكار مبتكره، فكرني خارج الصندوق، قول لي والله انا عملت 1 في المليار من الحاجات اللي بتتعمل في الدوله. بس اللي حصل في مصر في 10 سنين لن يحدث قبل 150 عام. اللي حصل في مصر في 10 سنين في منذ ان تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر لن يحدث في 150 عام. لو جينا حسبناها بالمنطق، لو جينا حسبناها بالموارد، لو جينا حسبناها بالجداول الزمنيه، لو جينا حسبناها بكل المعطيات. طيب حتى اللي بيجي يسال يقول لك ايه جدول مش عارف المشروعات الاقتصاديه، طيب حضرتك تعالى شوف ايه جدول المشروعات الاقتصاديه وهي مولت من قبل ما تتكلم. في ازمه اقتصاديه عالميه مش عندنا لوحدينا. الازمه الاقتصاديه الراهنه دي حضرتك هي التحدي الاعظم للكوكب كله مع ازمه المناخ، وهي ازمه مسطره ومصنوعه، ولكن ليست أزمة طبيعية زي الكوارث الطبيعية، هي أزمة مصدرة ومصنوعة. طب والمراد بها انهيار منظومة الشرق الأوسط وإعادة التشكيل. ولكن في النهاية مع الاحترام والتقدير للجميع، عشان ما نخرجش خارج سياق الأمر وسياق الموضوع، احنا فعلا فعلا مصر جميلة بأهلها، جميلة بشبابها، جميلة بأولادها، تستطيع أن تكون دولة عظمى كما تستحق بيننا. طيب هنا نغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. يعني أنا يعني دعني أتحدث بلسان ما يجري على بعض الناس، يعني ممن لا يعني لا نتهم أحد بشيء معين. يعني ذكرت حضرتك في فترة حياتك البعض قد يقول ما جدول مشروعات الكذا، ما جدول كذا، احنا اللي استفدناه ايه؟ الاسعار، ارتفاع الاسعار وغلو الاسعار والقفزات اللي بنشوفها دي، يعني قد يرى في هذا يعني هو يرى الامور بزاويه ضيقه ويحصرها في منفعتي ومصلحته هو الشخصيه ولا ينظر اليها من منظور عام. طيب حضرتك احنا دلوقتي ليه الناس بتبص من النظره الضيقه؟ لان صدر ليها على مدار عقود طويله جدا ماشي ان الحكومه هي ماما، هي التي تستطيع ان توجد الحلول، هي التي تستطيع ان تطعم، هي التي تستطيع ان تصرف، هي التي تستطيع ان تعالج. طيب هو الحكومه دي مش مكون من مكونات الشعب؟ مش هم مواطنين مصريين في المقام الاول قبل ان يكونوا مسؤولين في الحكومه المصريه؟ اذن طيب هو المواطن المصري بدرجة خادم للشعب المصري دوت قبل ما بيعمل حاجة مش عنده خطط؟ إذا واجهت هذه الخطط مجموعة من المعوقات العالمية، نقص سلاسل الإمداد، أنت النهاردة بتنتج قد إيه من أكلك واستهلاكك؟ فكان سعر المنتج عندك قد إيه؟ قامت الحرب الأوكرانية الروسية ماشي أثرت عليك بنسبة قد إيه؟ قامت القلاقل في السودان فاثرت عليك بنسبه قبل كورونا ماشي. بس لا احنا الموضوع كورونا ده موضوع كبير جدا، لانه ده التداعيات بتاع كورونا لن تنتهي قبل 2028. تمام. يعني التداعيات بتاع فيروس كورونا لن تنتهي قبل 2028 في بالنسبه للاقتصاديات الناشئه او الاقتصاديات المتوسطه على مستوى العالم، مش عندنا احنا بس. يعني العالم كله يعاني وليس المصريين فقط. تمام. بس فاحنا النهارده انت حضرتك عندك نقص في سلاسل الامداد، يعني انت النهارده لو انت حضرتك بتنتج مثلا 4 مليون طن رز بتستهلك منهم 3.8، طيب حضرتك لا الكميه دي جزء منها اختفى من السوق، فانت اضطريت انك تستورد، فلما اضطريت انك تستورد سعر المنتج الداخلي والخارجي زاد، لان في فرق في سعر الصرف اللي انت حضرتك اشتريت بيه، فأدى إلى إحداث نوع من الزعزعة في استقرار سعر المنتج في السوق.
التاجر نفسه، وانا هنا في تجار شرفاء وفي تجار اسال الله سبحانه وتعالى ان هو يهديهم. قال لك طب ما نحقق ربح سريع، نخبي شويه رز، نخبي شويه سكر، نخبي شويه زيت. طيب هو ثقافه المواطن الحقيقه ام فلان ده الحاج فلان عنده زيت، روح هاتي 3 4 5 6 ازايز لا يغلى تاني. طب ممكن انت حضرتك ما بتشجع انه يغلى، يغلى فيه تاني فيه. ماشي، مش هاخد ازازه ولا كيس ولا مثلا، خد احتياجك. ماشي، والدوله كدوله كأمنا اللي احنا برضو هي ماما بقى دلوقتي كفيلة انها توجد وتطرح حلول وبدائل بدليل التوسع الرهيب في المنافس. احنا كحزب عندنا مجموعة كبيرة جدا من المنافس اللي بتبيع بالسرعة السرعة الغذائية بأعلى جودة وبأفضل سعر ممكن. في بدائل ده حضرتك احنا لا نبحث عن هامش ربح، ولكن نبحث عن تأدية خدمة للمواطن كنوع من دعم الاستقرار المجتمعي. هو المواطن ده لو لقى السلعه اللي هو محتاجها بسعر جيد بجوده كويسه، ماشي، اشتراها كويس، ده نوع من الاستقرار المجتمع، هيقدر يفكر ان هو يشتغل. تمام، انا بضغط عليك خلاص. طيب اذا نختتم حديثنا دكتور خالد برضو القضيه، يعني في ظل المتغيرات برضو طول عمرنا احنا اتولدنا وابائنا والقضيه الفلسطينيه موجوده وهي محلك سر و مجرد إشعارات رنانة ومؤتمرات وملتقيات، كيف أخذت القضية منعطفا متغيرا في الفترة الأخيرة وموقف مصر الواضح والحازم في هذا الموضوع حكومة أو قيادة وشعبا؟ مما لا شك فيه أن مصر قد قدمت على مدار تاريخها أكبر كمية وأكبر عدد من التضحيات ومن الشهداء ومن الجرحى ومن الأموال لدعم القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية تأخذ من آن لآخر مجموعة من المتغيرات لمحاولة حلحلة الوضع أو تغيير الوضع على الأرض. تسعى إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا لم يكن في الحسبان بالنسبة للكثيرين سواء من الأشقاء، ولكن في النهاية هو لن يحدث في أي توقيت. مصر لن تفرط في حبة رمل واحد. القيادة السياسية المصرية بتلعب جيم رائع جدا 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 على المستوى السياسي والمستوى الفكري والمستوى الاستراتيجي حتى والمستوى العسكري بتطوير الجيش المصري، مما صنع رادعا قويا للتفكير عشرات الآلاف من المرات قبل اتخاذ أي موقف معادي لمصر. تحل القضية الفلسطينية باجتماع العرب يدا واحدة لحل القضية الفلسطينية. لا حديث بعد هذا الحديث. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم دكتور خالد عنان الأمين العام لحزب تحيا مصر، شرفتنا ونورتنا في لقاء النهارده. ألف شكر لحضرتك، والشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وآمل أن تكونوا قد أفدتم بكل ما قدمناه لحضراتكم من فقرات حلقة هذه الليلة. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.